بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أمان المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب زدني علما. اللهم إني أسألك فيما النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. وقفنا المرة اللي فاتت عند الدواء اللي أنا بحتاجها عشان أتعامل مع الـ ADC موديول، وقلنا هما دالتين، دالة اسمها ADC underscore init، وإن دي بتعمل initialization للهاردوير، ودالة تانية اسمها ADC underscore read اللي هي بتقرأ قيمة السامبلز من على التشانل اللي انا بحددها لها هنا. وقلنا بنخزن الايه القيمة اللي انا بقرأها في ايه في متغير نوع unsigned integer، عشان القيمة بتاعته دايما موجبة بتتراوح من 0 لحد 1023، لان انا عندي 10 بت. تعالوا نخش على المثال اللي عندنا. المثال اللي عندنا اول امر فيه اللي هو هاش انكلود. امال ايه اللي مكتوب ده؟ هو في هاش انكلود بالطريقة دي؟ ما احنا خدناه المرة اللي فاتت في ال LCD. اولا احنا هنقرأ قيمة الاشارة ونعرضها على ال LCD، فانا محتاج اتعامل مع ال ال سي دي. واحنا قلنا الجزء الاولاني اللي هو في ال ال سي دي اللي هو اس بت ال سي دي اندر سكور ار اس مش عارف ايه، الجزء دوت قلنا هنعمله في ملف اسمه اتش فايل، ونحفظه باسم ال سي دي دوت اتش، وكل ما نعوزه نستدعيه عن طريق الامر ده. الناس ترجع للفيديو اللي هو كنت شرحت فيه موضوع الاتش فايل وتذاكره كويس، وهي تفهم ليه الامر ده. تمام، نكمل. هنعلن عن متغير من متغير سلسله حرفيه بيحتوي على كام بيمكن يتخزن في 16 حرف، ونعلن عن متغير نوع unsigned integer اسمه تيم. طب دوت ليه؟ قلنا عشان اقرا في القيمه اللي احنا عايزينها زي ما قلنا المره اللي فاتت او زي ما قلنا من شويه. وهنعلن عن متغير تاني نوعه float. تعالوا نكمل كده، كتبنا داله الايه المين وهكذا. نكمل. اول حاجه احددها له اقول له بورت ايه هيشتغل انبوت، مش هتطير عليه كام اشارات انالوج. تمام، يبقى شغال انبوت. يبقى اقول له تريس ايه بيساوي 0 بي 8 وحايد، كلهم انبوت وخلاص. بعد كده اقول له اي دي سي اندر سكور انيت وال اس دي اندر سكور انيت، دول الدالتين اللي هيعملوا انيشاليزيشن للاي دي سي وللال سي دي، ودول طبعا عارفينهم ما فيهمش كلام. نكمل. دوت الدالة اللي هتعمل لي ايه؟ اللي هتقفل لي الكرسور بتاع ال LCD، عارفينها برضه ما فيهاش مشكلة، الناس ترجع لإيه؟ لشرح ال LCD. نكمل دالة الفور. كل دي عبارة عن ثابت يا جماعة، والناس لو هتمشي بخطوات كده هتلاقي البرنامج سهل جدا في كتابته. تعالوا نبص كده، هقول له اقرا وخزن القيمة اللي قريتها في مين؟ في تيم، في المتغير ده اللي اسمه تيم. طيب في ملحوظة مهمة بقى، اللي هي احنا قلنا إن ال 5 فولت بيدوني 1023. طب وتيم بقى؟ تيم اللي انا قريتها دي، انا قريت تيم. تيم بقى هتديني كام؟ كام فولت بقى؟ هتديني اكس او هتديني في. هقول له الفي بقى بتساوي تيم في 5 على كام؟ على 1023. ادي تيم في 5 على 1023. بس ناخد بالنا ان احنا واحنا بنشرح ال ال سي دي قلنا ان ال ال سي دي الدوال بتاعتها بتتعامل مع الكاركتر والسترنج بس. طب وقيمه الفي ديت عشان اعرضها على ال سي دي؟ ده قيمه الفي ديت قيمه فلوت. عشان اعرضها على ال سي دي هستخدم داله اسمها فلوت تو سترنج، يعني حول لي الفورمات بتاع القيمه الفلوت ديت الى الفورمات بتاع مين؟ بتاع السترنج، عشان اعرف اتعامل بيها مع مين؟ مع الداله بتاعه ال سي دي. واقول له فلوت تو سترنج حول لي الفي الى سترنج. نكمل. اقول له ال سي دي اندر سكور اوت خرج لي على في الصف الاول من اول الصف خرج لي كلمه فاليو بتساوي. يبقى كده لو بصينا للشاشه على انها كده هنلاقي مكتوب في اول سطر هنا كده فاليو بتساوي، طبعا فاليو كامله انا بس ايه كتبت حرف الفي بس يعني. بعد كده اقول له ايه؟ واقول له اصبر ثانيه، يعني هيقوم جاي مطلع لك كلمه فاليو بتساوي ويصبر ثانيه. وبعد الثانيه يعمل ايه؟ خدوا بالكم هو قرا القيمه. بعد الثانيه يعمل ايه؟ جاي لك LCD underscore out underscore CD، يعني current position، يعني مطرح ما انت واقف هنا كده. هو طبعا كتب value بتساوي وقف هنا، فمن اول هنا معناها ال current position اللي انت واقف عنده. يعني اعمل ايه؟ خرج لي ال STR. فين ال STR ده؟ ده اللي هو القيمة الفلوت بس على شكل string. يعني هيقوم جاي ايه؟ هيقرا القيمة ويخزنها في ال V ويحولها لي string. بقى دلوقتي القيمة متخزنة في مين؟ في ال STR. وبعد كده يخرج لي ايه القيمه ديت على الشاشه هنا في المكان ده كده. وديلي اندر سكور ام اس 100 ملي سكند ديت بس مهمه عشان ما يقعدش يقرا كل لحظه، يعني ديت بس مهمه في الموضوع ده يعني. تمام.
طبعا ممكن اقلل الديلي دوت ويكون افضل طبعا. بعد كده قفلنا الايه البرنامج. تاني يا جماعه، اعلنا عن متغير سلسله حرفيه ممكن اخزن فيه 16 حرف، اعلنا عن متغير unsigned integer اسمه تي ام بي، اعلنا عن متغير float اسمه في. طيب قلت له void main وقلت له trace a بتساوي 0 b 8 1 عشان اخلي بورت a كله ايه input. بعد كده اقول له adc underscore init و lcd underscore init عشان اعمل initialization لل adc وال lcd، ودوت قلنا امر بيلغي الكرسور بتاع ال lcd. كده اقول له فور ما لا نهايه بالاقواس بتاعتها معروفين، هقول له اقرا القيمه وخزنها لي في تم، وبعد كده طبقا لعمليه المص ديت عشان اخرج القيمه بالفولت هقول له الفي بتساوي تم في 5 على 1023. بعد كده اقول له فلوت تو سترنج، حول لي الفورمات بتاع الفلوت دوت الى الفورمات بتاع السترنج عشان اعرف اتعامل بيه مع الدوال بتاعت ال سي دي. اقول له ال سي دي اندر سكور على السطر الاولاني الكاركتر الاولاني يعني من اول الصف يعني، خرج لي كلمه فاليو بتساوي زي ما شفنا كده، واقول له ديلي اندر سكور ام اس. بعد كده خرج لي الاس تي ار اللي هي ايه قيمه الفاليو نفسها، واقول له ديلي ام اس ايه 100 مللي سكند كده. ده البرنامج بتاعنا، تعالوا بقى ننفذه على المايكرو سين. كنت كاتبه قبل كده تقريبا، ده كده الملف اللي احنا شغالين عليه يا جماعه، عشان بس الملف ده هحطه لكم على ال اعمل له ابلود واحطه لكم ان شاء الله. ادي البرنامج زي ما احنا كاتبينه بالظبط، معلش في حاجات بس زيادة كده هشيلها. طبعا لو جينا دخلنا على اللايبرري وبصينا على ال سي دي دوت اتش يا جماعة عشان برضو الناس تبقى واخدة بالها، الديسك توب وادي مايكرو كنترولر كورس وادي اللايبرري وادي الملف انا شلته من هنا للاسف يعني، نعمله من تاني برضو عشان خاطر الناس تاخد بالها. الناس تبص على الجزء بتاع ال سي دي اللي كنا شارحينه قبل كده هتعرف موضوع ال سي دي، بس انا هشرحه لكم تاني. ادي ال سي دي 1 ال سي دي 1 ادي الجزء اللي احنا هناخده عشان نعمله في اتش فايل. ادي الجزء ده اقول له كنترول سي اقول له فايل نيو يونت اقول له كنترول في، وبكتب في الاول حاجه اسمها هاش اف نوت ديفاين ال سي دي اندر سكور اتش. لو ال سي دي اندر سكور اتش ده مش متعرف اعمل له ايه هاش ديفاين، عرفه ان هو ال سي دي اندر سكور اتش، وفي الاخر بكتب حاجه اسمها ايه هاش ديفاين هاش اند اف. تمام يعني اقفل ايه الماكرو ده، وبعد كده اقول له سيف. سيف فين بقى؟ اقول له ديسك توب مايكرو كنترولر كورس، واقول له في اللايبراري هنا واقول له احفظه لي ب ال سي دي دوت اتش، اقول له سيف. وطبعا بقوم جاي رايح جايب المسار بتاعه اللي هو ده، ادي المسار واقول له كنترول سي، وبعد كده اكتب المسار بتاعي فين
في البرنامج بتاعي اللي هو ده كده، اقول له بيست هنا، واقول له lcd دوت اتش. يبقى انا كده عملت ايه الملف. تيجي نعمل بيلد بقى، في بس هنا مشكلة. نبص كده على الملف تاني، يعني ده الملف if not defined and define lcd time. تمام، end end if. تمام كده البرنامج مكتوب صح، نتمنى بس ما يكونش فيه مسافات ولا حاجة تاني. تمام كده lcd.h برضو هو محفوظ ب lcd.h. طيب hash include user can't open include file، يعني هو مش بيفتح الفايل. انا حفظت الملف باسم كابتل، نيجي انا حفظت الملف باسم كابتل عشان خاطر كده مش عايز يفتح. طيب احنا ما هو انا حفظته باسم كابتل وهنا مكتوب باسم كابتل. تمام ادي الملف اهو مكتوب برضو هنا باسم كابتن، اما هو مش عايز يفتحه ليه، ومكتوب هنا سمول سي يوزر اف معلش تكتب مايك كنترولر كورس 5. للاسف يا جماعه انا بس كاتب كورس 5 وهو مش المفروض يبقى كورس 5، يعني المفروض ادي المسار بتاعي اهو، اقول له كنترول سي ده المسار، لان هنا مفيش 5، انا كنت كاتب في المسار 5، فنبتدي ايه نصلحه. للأسف كنترول في، نقول له بقى كنترول اف. كده البرنامج اتصلح وشغال تمام يا جماعه، مفيش اي مشاكل. نبتدي بقى ننفذ البرنامج بتاعنا على بروتوس. نبتدي ننفذ البرنامج بتاعنا على ايه، على بروتوس. نقول له نجيب دايرة جاهزة وإيه، وبعد كده نكمل إحنا عليها. نشيل بس الحاجات الزيادة إحنا مش محتاجينها عشان الناس برضو تعرف إحنا إيه اللي إحنا عملناه. بالنسبة لتوصيل ال LCD فمفيش مشكلة في إن إحنا نوصل ال LCD، الناس عرفت وشفناها كذا مرة يعني. اللي احنا بس عايزين نعرفه موضوع الايه الانبوت، او اللي هو الانالوج انبوت ده، ايه الانالوج انبوت دوت، هنوصله ازاي. المفروض يا جماعه هو عباره عن مقاومه متغيره بيتوصل عليها على احد الاطراف بتاعها، بتوصل على احد الاطراف بتاعها 5 فولت مثلا، والطرف الثاني الجراوند، والطرف اللي في النص بناخده نوصله على الايه، بناخده نوصله على الايه، على الانالوج انبوت. يعني ممكن نخليه مثلا نشوفه حاجه زي كده، حاجه زي كده مثلا، اوصل هنا ال 5 فولت، واوصل هنا الجراوند، واخد الطرف دوت اوصله بالايه، بالتشانل اللي انا هقرا عليها كمان انالوج. بس المشكله ان انا عندي المقاومات اللي موجوده هنا كمان بروتس مش عارف بقى يعني ماله كده، فالمقاومات اللي هنا ما بتتغيرش والبروتس شغال وبروتس اون، فبالتالي بيعمل لي مشكله. فانا جبت ال LM35 دخلت هنا كده وقلت له LM35 وخدت الايه ال LM35. ال LM35 دوت عباره عن تمبريتشر سنسور، بيخرج قيمه جهد هنا، قيمه الجهد بتاعته بتتراوح من 0 ل 1.5. فاحنا نبتدي بقى نحمل البرنامج بتاعنا ونشغله. ادي البرنامج مايكرو كنترولر كورس، وادي بروجكت، وادي اي دي سي. تمام واقول له اوكي، نيجي نكمل، نيجي نشغل كده. تمام ادي الفاليو، بعد كده 7 مللي سكند بعدين نخرج القيمه. بصوا القيمه يا جماعه اللي خارجه، ادي ال 129 تقسمها على 100، يعني انت بتقسم قيمه التمبريتشر سنسور على 100 عشان تاخد قيمه الفولت. تقول له اللي هي عباره عن ايه، 1.9 فولت، 0.29 ادي 1.29. لو جيت قللت بص الاقي القيمه بتقل، وهكذا يا جماعه. واتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو دوت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.